فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من الجزائر يقول: هل مسائل العقيدة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة؟ وهل يعذر من وقع في الشرك الأكبر عن جهل؟ بلا شك أن العقيدة مما علم من عقيدة التوحيد مما علم من الدين بالضرورة، ولا يعذر من جهلها وقد بلغه القرآن وهو عربي، بلغه القرآن وهو عربي. أما إذا كان أعجمياً فلا بد أن يترجم له معناه حتى يفهمه. نعم.